أغاني الميلاد كريسماس كارولز. ليه عيد الميلاد مرتبط بالغناء؟ ليه في ترانيم الميلاد عند كل الشعوب وبكل اللغات؟ إيه الموسيقى في الميلاد؟ الميلاد حدث عجيب جدا. ربنا نزل عشان يقابل الإنسان، نزل الأرض اللي إحنا نفسنا مش حابينها ومش فاهمينها ومش قابلينها وعايزين نغيرها. إيه اللي عجب ربنا فيها علشان ينزل؟ إيه محبة ربنا الكبيرة دي؟ قصاد الفكرة الجنونية دي لما نقعد نشرح بالكلام ساعات كتير ما نقدرش نفهم ولا نفهم الناس ولا نتشارك معاه، لكن الموسيقى والغناء بيعبر للعاطفة عن فرصة ومساحة تقدر تتكلم فيها أكتر. بنصلي في صلوات عيد الميلاد ونقول كده للعذراء: إذا تأملك أحد أيتها العذراء القديسة والدة الإله والسر العظيم الذي صار فيك من أجل خلاصنا، فإنه يصمت من أجل ما لا ينطق به ويقيمنا إلى التسبيح. الفرح الشديد ظهر مع الملاك اللي كلم الرعاة جوقة من الملائكة، بشرهم بفرح عظيم. الفرح العظيم مرتبط بالتسبيح العظيم. وكانوا يسبحون الله قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر. العذراء سبحت تسبحة جميلة جدا تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. زكريا الكاهن امتلأ من الروح القدس وسبح الله لما اتولد يوحنا المعمدان. اليصابات امتلأت من الروح القدس وسبحت العذراء وقالت لها: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم رب إلي؟ عيد الميلاد هو عيد انطلاق القلب بالفرح الإلهي والمحبة الإلهية بتسابيح جميلة جدا تدفئ الشتاء من حولنا وتملأ الأرض كلها ببشارة الميلاد المجيد.